مع ناس عنده في صيدليات، فهو تدريس مش تدريس. مش زي ما هم فاهمين عندنا ان احنا مصدر كهرباء وحاجات كده، لا احنا ماده سريه كمان. انتي هو ايمان البسطاء اموره حلوه. امبارح انا تابع الفيديو بتاع ايمان البسطاء، لان هذا فيه شرمه، لان جرح ايمان البسطاء ده يقدر بالرب عليك غمزه. يجب ان نحترم ونقدر مشاعر الايمانيه الساميه العظمى المقدسه لمشاعر البسطاء. ضحكه جامده ومستفزه. تفهم بقى، تبلع بقى هذه المعجزة وما وراءه من معجزات. مكاري ونعم بيطلع شاطي. وليس الطين والحب ولا العلم يبدع. نحن مسلمين ومسحوقين هناك في الكرة الشعبية. الناس البسطاء يعني هو معروف بالموضوع ده، هو ان هو شفيع المصدعين. اي نعم. طيب الدواعي عندك في الصيدلية سميه كروستونيس. وبعدين انا عارف ان انت ما عندكش وقت تخترع حاجة، فانت ممكن احنا بنستورد ادوية هتشيل من العلب وتحط في حته ثانيه كده ونكتب عليها كروستوكونيس كده اخد بالك بالصور الحلوه بتاعتنا دي، علشان الناس تعرف ان احنا بتوع المعجزات بنشفي في الصداع، يعني لنا شفعه المصدعين شفعه لكل حاجه. فتدريس كروستوكونيس هو شفيع الصداع زي ما الناس البسطاء عارفه، واحنا اهم حاجه عندنا بيتر قصادك. نحن وراء الرئيس السيسي حتى نحقق نبني أكبر كنيسة وأكبر جامع وأكيد أكبر مستشفى وأكيد أكبر مدرسة. شفتوا القمر والحلاوة، شفتوا الجمال، وأكيد أكبر جامع. نحن أديان تؤمن بالعلم. شفتوا نظرة عيني.
التاريخ. شفت الدلع والشقاوة أبو الفسيخ، ده المسيح الدجال يا أبو الفسيخ. عرفت ليه قلبي اختار، ولكن نحن أديان عليه الصلاة والسلام سيدنا المسيح وعلى نبينا محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، هم أديان العلم. النور وليس الفسيخ اللي انت بتعمله. فاخرج بقى بيت يا الله، اخرج بقى. اين خليفه؟ اين خليفه؟ نحن البلح 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 البلح. غصب عنكم قلب تهز الارض هزه، كل ما انا عندي عزيمه وراده انا انجح. لا عليك يا لاك هو بفوق، قري مش نفس كاركو. هات المطاف عشان دي بتسبب، انا عنادي بحرايق بيني وبين نفسي انا حالي فوق.